متابعينا صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نورسات جوردان وعلى نورسات وتلفزيون تيلي لومير، بنصبح عليكم بهذا اليوم المبارك وبنعتبره مبارك، ونحن هلا هيك منفتحين وراجعين على دواماتنا المعتادة بعد هالعطلة، عطلة عيد الأضحى المبارك اللي منعايد فيه كل الأردن والدول العربية والإسلامية، بنقولهم سوري عيد الفطر خطأ لغوي، عيد الفطر السعيد اللي كان عنا ب2/5 وعيدوا فيه الأمة الإسلامية والعربية، ونحن هون بالأردن أخذنا تقريبا 9 أيام العطلة، فكانت عطلة طويلة وأيامها كانت جميلة مع أنه صادفت شوية برد وإجا شوية شتاء، لكن نتمنى أيام جميلة للجميع، وخاصة أنه طلعنا شوية من أزمة كورونا وهالجائحة اللي غطت على قلبنا خلال هالسنتين الماضيين، فكانت احتفالاتنا إن كانت الفصحية قبل أعياد الفطر وإن كانت أعياد الفطر فكانت أيام جميلة، ونتمنى الخير للجميع، كل عام وإنتم بخير. ونتمنى كمان لقدام انه هالجائحة خلص تنتهي ونبطل نحكي عنها ولا نجيب سيرتها في برامجنا، ولكن بنضلنا دائما متبعين الحذر وخاصة في التجمعات الكبيرة، واحنا جايين هلا على فترة صيف ورح تكتر الحفلات واحتفالات الأعراس اللي كان مخبى هالسنتين وعم بيأجل وبيأجل، الآن عم بسمع كتير في حفلات أعراس وخطب ومناسبات سعيدة إن شاء الله وعماميد واحتفالات المناولة، وهلا احتفالات التخريج، بنقول مبروك للجميع، يا رب يضل أيامكم حلوة وتجيب وتكون مناسباتكم دائما جميلة. واليوم بصباحنا المبارك شخص عزيز علينا، أبونا بتعرفوا مش غريب عليكم وعلى شاشة النورسات، أبونا جوزيف سويد اللي هو راعي كنيسة مار شربل في الأردن للكنيسة المارونية، فنحن استضفناه اليوم في الحديث بمناسبات أعياد القديسين اللي صادفتنا خلال هذا الشهر وعم بتمر علينا خلال شهر أيار، عيد مار شربل، عيد ميلاد مار شربل، وعيد مار جيريس، وعيد مار ألفونسين، قديسي مار ألفونسين، كلهم ندعوهم قديسين وقديسات. واليوم اخترنا الموضوع عن موضوع القداسة وموضوع الشفاعة، ولماذا نصلي للقديسين ونطلب شفاعتهم، ولماذا لا تكون علاقتنا مباشرة مع الله، ولماذا نحتاج هالوساطة ونحتاج حدا يصالحنا مع ربنا، ولماذا نحن يعني كلنا خطأ، كيف أخلي إنسان خاطئ يصالحني مع ربنا وأنا إنسان خاطئ، فخاطئ مع خاطئ كيف هيك بيجي لمواجهة ربنا أنه يغفر لي خطاياي أو يساعدني مشاكلي، كل هاي الأسئلة اللي جاءتنا عبر صفحتنا على نورسات، صفحتنا نورسات جوردان، كل هذه الأسئلة اللي طرحتوها وحكيتوا فيها نحن بنضعها أمام الأب الحكيم اللي بعتبرك أنت والإنسان الكروز، إحنا من عناد الكروز الذي يعرض الوعظات الجميلة على مذبح الرب. بالبداية بنقول لك أبونا الحمد لله على سلامتك، أنت شكرا. كنت في وعكة صحية وكنت في المستشفى، فإن شاء الله هلا أمورك الصحية منيحة، مع أنه مبارح طلعت من المستشفى واليوم أنت حاضر معنا، فكله لمجد ربنا يا أبونا. حالة التسمم كتير صغيرة بس كانت مع الإرهاق والتعب هيك عملت شوي أزمة، بقى أكيد مرت على خير، وخاصة على المذبح يعني كانت شغلة مثل ما بيقولوا إشارة حلوة بعيد مار شربل على مذبح مار شربل ضمن إطار الكلام الجوهري، فهيدا الشيء اللي صار اعتبرته مش وعكة إنما اختبار، ما بعرف ما بدي اقول اكثر من هيك لانه انا مني من الاشخاص اللي كتير بيحكوا عن القديس انه هو القصه، بقول انه الاسرار والحاله الاسراريه اللي بيعيشها الكاهن ويمكن الاختبارات اللي بيلمسها ان كان بحياته اليوميه، لانه كلنا مدعوين للقداسه قدام القدوس، بقى انا بعتبره اختبار بيمرق في كل إنسان، وأكيد مع عبوره بمجد الله أكثر. وحينك دائما بحاجة لهالاختبارات يا أبونا، صح. حتى تثبتنا في إيماننا، صح. وتخلينا تعطينا هالشحن مثل شحن الموبايل، كل فترة وفترة لازم نشحن هالموبايل لأنه عم بيفرغ بطارياتنا دائما، صح.
فأبونا للموضوع كتير شائك، وممكن كمان يزعلوا علينا بعض الكنائس، لأنه نحن في كنائس تؤمن وكنائس لا تؤمن، وكنائس لها مبرراتها اللي بتلاقيها مقبولة والناس بتقبلها، وفينا وكنائس طبعا بتعتبر أنه هذا موضوع تابو، عدم المساس فيه والحكي فيه لأنه شيء مقدس. فكل هاي الأسئلة رح نيجي ونعرج عليها وتجاوبنا فيها، بس بالبداية نبدأ نهارنا بالصلاة إن شاء الله. تفضل أبونا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. أمين. يا رب أنت اللي دعيتنا للقداسة وقلت لنا كونوا قديسين مثل ما بيي قدوس، كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي كامل هو. يا رب يمكن القداسة هي إنه واحد ينتمي إلك انتماء كامل، ما يخاف من السخرية، من التعرض لأي نوع من أنواع السخرية، حتى لو كان في تهميش، حتى لو كان في صعوبات. القداسة هو أنه نمشي دروبك، هو أنه نمشي على هديك. أنت اللي أعطيتنا كتير كتير، وأنت اللي علمت بحياتنا وتركت بصمات كتير حلوة بحياتنا، أعطينا وعلمنا أنه نكون لإلك شهود، ونكون على قد ما منقدر قديسين، حتى إذا سمعنا الأقداس تعطى للقديسين نحس حالنا معنيين يا رب، لأنه أنت اللي بتقول أنه حافظوا على هيكلكن، لأنه اللي بيهدم هيكل الله بيهدمه الله، هيكل الله قدوس وأنتو أنفسكن هيكل حي. يا رب سكون فينا واعطينا القوة حتى نكون سعاة وعشاق لحالة القداسة. لك المجد اليوم وللأبد، أمين. أمين يا أبونا. ونطلب يا ربي هالدعوات اللي وجهتها عبر شاشة نورسات إنها توصل لكل قلوب المستمعين والمشاهدين، وخاصة أيضا اللي عم بيشاهدونا وبيتابعونا مباشرة على صفحتنا نورسات، وأيضا على نورسات وتلفزيون تيليلومير. موضوع القداسة، هل موضوع القداسة أمونا وعنوان إحنا حلقتنا اليوم، هل أسأنا فهمنا للقداسة؟ هل في هناك فرق بين التقديس أم التكريم أم العبادة؟ صح. في طبعا في خلط مع الناس، في أمور الناس يعني ثبتتها على حالها وثبتتها على الكنيسة، عم نشاهدها ونتعرض لتساؤلات كثيرة عن طريقة ممارسة الناس والأشخاص المؤمنة في طريقة عبادتها أو طريقة ممارستها لتقديس بعض القديسين والقديسات. بعض الكنائس بتشوفها مبالغة، وبعض الكنائس بتشوفها أنه الابتعاد عن الجوهر، أنه أنتوا في المبالغة في تقديس هدول الأشخاص عم تبتعدوا عن السيد المسيح، عم تبتعدوا عن ربنا، وبتخلوا الناس تتشتت بصلواتها، إن كان لقديس مار شربل، رفقة، الحرديني، القديسين بولس وبطرس والرسل، والقديسات ماري ألفونسين، والقديسة رفقة، والقديسة مريم يسوع المصلوب، إلى آخره. يعني أنا جبت القديسين المؤخرين اللي صاروا على درب القداسة. فما معنى قديس وما معنى قداسة؟ يعني إحنا بدنا نبلش هلا نعرف على القديس والقداسة. وإحنا مطلوب منا أنه نكون قديسين صحيح والقداسة. فنبدأ موضوعنا بالتعريف قبل ما ندخل بنص الشرح. دكتور، لا أنا ولا أنت بوارد أنه يمكن مثل ما بيقولوا نزعج حدا من الكنائس الأخرى، وكتير بدي أقدر قديش شعبنا أخذ منا، يعني أخذ إذا بدي أقول البساطة، ما كان في لاهوت قديما، وما كان في أشخاص غميئين بالإيمان، وما كان في أشخاص تقرأ إذا بدي أقول هالتعليم. مثلا اليوم عندي التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية مثلا، وتعليم الكنيسة الأرثوذكسية وغيرها، مشان هيك صار فيها اللغط الكبير. يا هل ترى القديس بياخد محل القدوس؟ مين اللي بيقدس القديس؟ القدوس. نعم.
شو صار هالقديس شو هوية هالقديس، شو بصمته هالقديس. هو الشخص اللي عرض إذا بدي أقول حياته لنعم الله، دفقت نعم الله بشكل رهيب بحياته، سمح له، عبى شحن بطارية قلبه وفكره وروحه من قداسة ربنا، حتى صار على قد ما بيقدر، ومش توتلي يعني بدي أقول، يتماهى مع قديش الله بيدفق بيعطي، قديش هو بيستوعب. وصار في حالة مثل ما بيقول كل القديسين، يعني بيقولوا أنه على قد ما كانوا يقربوا من القدوس كانوا يحسوا حالهم عم بيصغروا حتى هو يكبر. بلش من يوحنا المعمدان، عليه أن ينمو وعلي أن أنقص. كل ما بتقربي من الشمس بتحس حالك صغيرة، كل ما بتبعدي عنها بتشوفي تشوفي الشمس قرص صغير. حالتنا هي حالة الشخص اللي بده يقرب من القدوس ولكن بيستحي، بده يقرب من ربنا ولكن مرات بيقول مين أنا، ما بستاهل. هون بلش تخلق اللغط، مثل ما الإنسان بيروح عند أمه تتوسط له عند بيو، بلش الإنسان يفتش على إذا بدي أقول الوسائل، نسي وسيلة التقديس مرات، ما بدي أقول عطول، مرات نسي القدوس وراح عند الوسيلة حتى الوسيلة تتوسط له عند القدوس. أكيد الكتاب المقدس بيقول بوضوح الوسيط الوحيد عند الآب هو يسوع. هلأ شو صارت القصة عن بعض الناس؟ بعض الناس صاروا بحسوا أنه هيدا القديس اللي بيشبهه اللي اعترضته ذات المشاكل وذات يمكن الصعوبات وذات المطبات، هيدا الزلمة عرف بتماهي مع الكتاب المقدس، مع الترنيم، مع الصلاة، مع التقشف، مع الصوم، مع الفضائل، عرف يكون قريب من القدوس. هون بدي أقول لكل الناس يتفهموا علي شوي بعض المقاطع الإنجيلية اللي بدي أقول لهم سمحت، انتبهي أنا ما بدي أغلط بالحكي اليوم، سمحت لبعض الناس أنه يقولوا هذا موجود. بعطي مثل، إذا بتاخدي قصة الكنعانية، إجت الكنعانية عند يسوع قالت له ليسوع بنتي مضطربة فيها شيطان عمول شي، يسوع ما جاوب، تفاجأت جاي لعندك، تصوري حالك جاي لعند القدوس بتسألي ما عمل شي، شو عملت؟ راحت عند الرسل. هيدي الوساطة. برضا الله توسطوا لي يا خي عند يسوع. بركي راحوا عند يسوع يتوسطوا له، بقول لهم يسوع انه خبز البنين لم يعطى للناس جراء الكلاب. تصوري لحد وين وصل ربنا بقصة انه هيدا خبز البنين لإلكن. بعدين وقت تجي لعنده عن جديد توسلته قال له والله يعني هيدا الخبز هو لولادي. عم بيقول لهم وقت اللي عم بيقول له هيدا مش لجراء الكلاب، بتقول له حتى جراء الكلاب بتنتظر الفتات المتساقط، انا بقبل الفتات المتساقط. فاذا منشوف هيدا هالحركة بدي سميها البيبلية. هون بعض الناس مثلا قصة عرس قانا الجليل، وقت المريم اجت توسط عند يسوع ما بقى عندهم خمر. الوساطة هيدي اذا بدي سميها، يسوع هون كان ما لي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد، ولكن نزولا عند رغبة امه عمل الأعجوبة. انجيل يوحنا. بعض الاناجيل اوحت للوعاظ انه مش غلط إن كان مريم، إن كان الرسل، إن كان الأشخاص المقربين من يسوع، إنه يطلبوا
نعم. هو اللي قال اسألوا تعطوا واطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم. نعم. فهموها. اسألوا يا خي مين ما بدك سأل، أنا بسأل القديس عم بحصل على نتيجة فلتكن. فتنا على واقع الحياة دكتور، وقت فتنا على واقع الحياة إذا بتيجي بتشوف اليوم إذا بدك توصلي لوزير لنائب. نعم. بدك تمرقي عادة بيمكن مرات أشخاص بسيطين، يعني صديق بيتوسط لك عند النائب العام، النائب العام إذا حس إنه هالصديق له مونع عليه بيقدر إنه يمون على يمكن أقرب شخصية على الوزير، الوزير بيجي بيقول له يا خي على عشاء على كذا، عندنا هالقضية بدك تساهمنا، هيك كانت تصير الأشياء. نعم. فهيدي البرمة بتقولي لي طيب ليش ما بروح دغري عند، طب أنا كيف بدي أكون كمواطن عادي أوصل لجلالة الملك بدون ما أعمل يمكن مجموعة اتصالات؟ نعم. بمكتب جلالته هيدي القصة أوحت للناس أنه في مجال مرات تتوجه عبر قنوات. نعم. هيدي قنوات مش غلط أنك تتوجه لها. نعم. شرط، وهون بدي حذر، هل قنوات هي قنوات؟ نعم. هي من الشخص المراد أنك توجه له رسالة. نعم. مع يسوع هو اللي قال ودايما كان يقول اطلبوا مني حتى الآن لم تطلبوا باسمي. نعم. شيئا. نعم. باسمي اطلبوا. نعم. باسمي. أنا مرات بقول له للرب يا رب أنت اللي قلت لي باسم اطلب. باسمك يا يسوع أنا عم بطلب. هلأ أنا بتفهم اللي بدي أقول النفس، الطبيعة الإنسانية الشعبوية، ما بدي إجي ألغية وإكسرة ولبل أصرخ بوجه أنتوا غلطانين. نعم. أنا بفهم أنه هيدي وسيلة. نعم. بس ضروري نوضح للناس أنه هيدي الوسائل من هي الأساس، هي أساسية لحتى أنت تعرف أنه فلان وفليتان قلتي شربل رفقة الحرديني بدي أقول يمكن ريتا ماري ألفونسين كل القديسين. نعم. هني كانوا قنوات، أشخاص تماهوا مع يسوع، قريوه، حبوه، عشقوه، انغرموا فيه، صار في حالة بين حالة وحدة. طيوصل مربولوس دكتور يقول لست أنا الحي بل المسيح يحيا فيا. طيوصل القديس بولس يقول اقتضوا بي كما أنا أقتضي بالمسيح. نعم. معناتها راح لبعيد، ما توخزيني يعني انه خلي يجوا يقولوا لي والله ما معه حق مربولوس. نعم. طب انا بيجي بقول لك ليك بدك شغلي بدك توصل ليسوع اقتضي بي. اقتضي بي. قديش بدك تكوني عامله مسيره غريبه بقوتها لحتى تقولي للناس كوني مثلي. انا ما بسترجي اولى. نعم. انا ما بسترجي اولى، كونوا مثلي صعبه، مشان هيك بقولوا العالم فكروا انه اقتضوا بي معناتها مشو مشيتي يا خيي انا شو عم بعمل، طلعوا فيي اذا بدي اقولكم مشو مشيت يسوع رح تحسوها كتير كبيره. طب ما انا ليكم انا انسان مثلكم. ها هلا بلشت اوضح. اقتضوا بي يعني يا عمي عم بعطيكم مثال حي. نعم. انه انا مني جاي من 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 الفضاء، انا انسان بياكل وبيشرب وبينام مثلكن، بيغلط بيزل بيتفاعل غلط بكل شيء. طب اعملوا مثلي، انا بس اغلط بعتذر بعترف، حكوا معي اعملوا مثلي، يعني مش عم بقلن انا هو. ما قال حدا من القديسين انا الله. نعم. ما حدا يتجرأ. نعم. بس قالن قالولنا انه اذا بتمشوا هيدي الطريق اللي نحن مشيناها ايه. رح توصل لالله. إذا بتمشوا طرق ملتوية ما رح توصلوا لها. نعم. شو صارت القصة؟ صارت تعوا تنمشي دروب سلكوها قبلنا أباء وقديسين وأطهار، وقعوا انصفعوا انجلدوا حكمت عليهم الناس، بس بالنهاية ربنا خلى اسمهم يلمع. وهون أنا بقول إذا بدي أخد شربل مبارح كان عيد ميلاده. نعم. كنت عم بوعظة. نعم. هيدا الزلمة من هو طفل كان يهرب من بيته، كان اسمه يوسف. نعم. الله يزيد معناتها يهرب من بيته، يقطف على الطريق شوية زهور وإشياء هيك من الحقلة، يروح يسلحب على المغارة فيها يكون العذراء
يوصل يحط البخور يقدم له باقة الزهر ويقعد يصلي. بتقولي لي انه صيرة حياة حلوة. انا قلت لهم للناس بوعظتي اول امبارح قلت لهم دخلكم شو بينقصنا نسلحب عن يسوع ونروح نقطف له شو ما كان عند العذراء نقعد معهم نقعد بصحبة هالناس اللي هالقد منحبهم. امي مريم ابن يسوع بي الاب بواسطة الروح ان الروح يصلي فيكم بأنات لا توصف. خلوا الروح يصلي فيكم. طب بيجي بقول فاذا هيدي المحطات اللي هي القداسة محطات القداسة دكتور هي محطات يعني بيجي مثل النحلة بغط على الزهرة بستنشق الرحيق وخلص بروح بحط أعمل العسل. أنا ما عم بقول ولا رح اسمح لحالي أقول إنه هالزهرة هي الحقلة. أنا ما عم بقول أنا عم بقول هي زهرة بتنشقها على الطريق. بقول عبير القداسة حلو أطوق إنه يكون قديس قديس أطوق بهالعمل اللي بدي أعمله بصلاتي بتواضعي باستسلامي لمشيئة الله بابتسامتي بعمل الرسولي بعطاءاتي الصغيرة أطوق أن أكون قديسا لحتى أرضي القدوس. وقت القديسة تريزة الطفل يسوع بتقول أنت كمان فيك تكون قديس. ما قالت لهم فيك تكون قديس مثلي. قالت لهم أنت كمان فيك تكون قديس. وقت اللي ترجى مثلا نقول طوبى لقديسيك لأنهم حفظوا وصاياك منذ طفولة. طب حفظوا وصاياك يعني عمليا هالقديسين هني بشر مثلي ومثليك حفظوا الوصية. والوصية اخوتي منا المحبة يعني ما حدا بقى يغلط ويقول لي الوصية المحبة. الوصية هي الكتاب المقدس هي الإنجيل. لأنه الوصية ما بيجي واحد بيقرأ دكتور مثل ما بيقروا الناسنا وصية جديدة أعطيكم أحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم وخلصت. الوصية مش بس هاي كل التوصيات اللي إجت على كل صفحات الكتاب المقدس من أول كلمة لآخر هي التوصيات. مرات بي بيعطي وصية فيها 30 صفحة أنا بقرأ آخر صفحة اللي هي الورثة. طب وهدوك شو هدوك عم بيحكي عن عم بفض اللي بقلبه عم بخبرك عن حبه عم بخبرك عن غرامه لألك عن بزله عم بقلك شو كانت الطريقة. حبوا بعضكم البعض مثل ما أنا حبيتكم. طيب حلوة هيدي بس بدنا نروح أبعد. القداسة شغلة وهي واجب على كل الناس واجبة واجبكم. ما بدنا نضلنا هيك حاملين القصة تبع القداسة إنه مثل ما عن جد بسمعها مرات وبتألم إنه وكأنه بعض الكنائس الكاثوليكية خاصة إنه هني عم بيسقطوا من المعادلة قصة القدوس ويتماهون مع القديسين. كنيستي ما بتقول هيك. عم بحكي الكنيسة الكاثوليكية ما بتقول هيك. تعليم المسيح للكنيسة الكاثوليكية كان واضح دكتور. واضح إنه هو القدوس ونحن بدنا نجرب نسعى لأنه نوصل لقداسته. هيدا هو الأساس وما بدنا نضل الطريق. أبونا يعني هلا من الأشخاص طبعا إحنا منحيي كل الأشخاص اللي صبحوا علينا في هذا اليوم المبارك. نتمنى كان إنه نذكرهم اسم لكن رح نتوجه أبونا بالأسئلة اللي وجهوها لنا المشاهدين. أبونا كيف أتوجه للصلاة من إنسان خاطئ لأطلب منه لله؟ يعني هنا بيعتبروا إنه القديسين أشخاص خطأ. السؤال الثاني فيني بس جاوب عليه دغري. لأنه مهم هاي. هيدا الإنسان خاطئ. صحيح. ولكنه مع الوقت سعى إلى القداسة وعمل مسيرة بحالة القداسة مسيرة كتير كبيرة وعطاني أمثلات لأنه ربنا المجد له شبهنا في كل شيء دكتور مع هذا الخطيئة. طب أنا إذا كنت خاطئ بدي أتشبه بالقدوس بدي أقول له يا رب طب ما أنا خاطئ عم بتطلع بأشخاص مثلي كانوا خطأ عرفوا يكسروا شوكة الخطية
شوكة الموت اللي فيهم، يتماهوا مع يسوع، يدخلوا بعلاقة معه، يلتزموا التزام رائع بتوصياته بكلمته وبعدين صارت حياتهم فيها صفاء، فيها حياة هيك شفافة نضرة جميلة فيها ريحة، ومشان هيك صاروا مثال. وهوني أنا بجي بقلك الإنسان ما بيعرف قيمة أمه إلا وقت الأم تغادره. فتخيلي معي قديش هالأم بتصفي أمثولة. أنا بشوفهم أمثولة مش أكتر ولا أقل. أنا مني جاي عم بطلب من الخاطي، أنا عم بطلب من الإنسان اللي بيشبهني بحالتي الطبيعية، ولكنه بجرأة ببطولة بقوة عرف يخرق هالمنظومة، منظومة الخطية. يتعالى يتسامى، يقرب كتير من القدوس، ويصفي عنده حالة حلوة فيها عشق. وأنا بقول له علمني شو الطريقة، علميني يمي شو الطريقة اللي خلتك تصيري مع القدوس. المهم ما ننسى القدوس، هيدا هو، حتى ما نكون عم نخربط. أبونا قبل ما نيجي على السؤال الثاني، في عنا مداخلة، الشباب عم بيخبروني مع مين المداخلة. ريمون، في الدكتور جلال فخوري. اهلا وسهلا بالدكتور. طبعا صديق البرنامج دكتور جلال، تفضل. صباحك نور دكتور. صباح الخير، كيف حالك دكتور؟ وكل عام وانت بخير. وانت بخير يا دكتور، شكرا لك يا دكتور. تفضل دكتور. ثلاث الفاظ في المسيحية تعتبر معشرة على كل المسيحية. نعم. اللفظ الأول، الاصطلاح الأول، الشفاعة. الشفاعة. ثانيا العبادة، ثالثا القداسة. نعم. يعني أنت دكتور تؤمن أن هناك حاجة للإنسان البشري لشخص يتشفع أو للشفاعة؟ أوضح ذلك. تفضل. ثانيا، هناك كنائس لا تؤمن بشفاعة السيد العذراء. نعم. وهناك كنائس تقدس السيد العذراء. نعم. والعبادة الوحيدة هي للسيد المسيح. نعم. العبادة هي التصاق بالسيد المسيح. صح. نعم. التصاق. فعلا. أي أنه يتمنى هذا اللي بعبد، يتمنى أن يلتحم بالمسيح. العبادة هي نؤمن بأنك إله، ولكن حقيقة يعني قد يتزعزع هذا الإيمان. العبادة لا تتزعزع. نعم. في حين أن الشفاعة مثلا كما يقول إخواننا المسلمين، يقول ومن يشفع بي عند الله إلا هو، ومن ذا الذي يشفع بي عند الله إلا هو، لأنه ما بيؤمن بالشفاعة. نعم. إذا صفى شو اللفظين الثانيات. اللفظين الثانيات يجب أن نميز بين القداسة والعبادة. هذا شيء مقدس، هذا هناك القداسة وهذا شيء مقدس. هذا مش عارف كذا. في حين أن العبادة لا يتزعزع إيمانها. نعم. لا يتزعزع يعني لأنه التزام. نعبد الله ونكرم القديسين. نعم. نكرمهم على سيرة حياتهم في طريق التكريم. أكيد العبادة واضحة ما فيها زعزعة مثل ما عم بقول دكتور. نعبد الله وحده. نعم. حتى ما في شيء اسمه عبادة مريمية أبدا. نعم. نعم. وقت اللي منقول عبيدك في خطأ لغوي. نعم. نعم. وهون تجي بمعنى التكريم، ومش مزبوطة استعمال، وهيدي أنا بقول ضروري لكل الناس يفهموها، وحتى ما يصير في لغط. نعم. يعني ما بدي أقول أنا بعني بعبادي تكريم. نعم. لازم تتوضح. تتوضح وتتضبط الكلمات. تكون واضحة، وحتى مش غلط الليتورجيين اليوم. نعم. إنه يرجعوا يصيغوا النصوص. برافو. صياغة النصوص دكتور بتريحنا كتير من كتير أشياء. ولبل توضيح اللي عم بيحكي عنه الدكتور، توضيح شو هي العبادة، شو هي الشفاعة. نعم. بأي معنى أنا بطلب شفاعة، أو أنه بطلب وساطة. نعم. أو يعني حتى الوساطة إذا يسوع عم بيقول ما في وسيط إلا. نعم. إلا هي استثنائية خلاص. نعم. واضحة. حتى كلمة وساطة هي برجع بقول بمعنى مخفف
مش المعنى الأساسي تبع البيبلي. في دايما معنيين بدي انتبه فيهم، في المعنى البيبلي والمعنى الشعبوي. نعم. المعنى البيبلي واضح ولا يمكن انه يدخل ضمن اطار المجادله. نعم. دكتور ممنوع المجادله فيه. نعم. يعني ما حدا يقول لي والله الكنيسه الارثوذكسيه على صواب والكنيسه الكاثوليكيه على خطا، لانه اصلا بين الكنيسه الكاثوليكيه والارثوذكسيه في تماهي رهيب بهذا الموضوع وما في لغط. بس ضروره انه الكلمات والالفاظ مرات كتير يعني نعرف وين عم تستعمل، باي اطار عم تستعمل، مين اللي عم بيستعملها، هل عم بيستعملها عم تستعملها الكنيسه الجامعه، عم بيستعملها البابا، عم بيستعملها البطريرك او الاسقف او الكاهن، او عم تستعمل شعبويا. لانه يمكن هيك انا عم بحكي مثلا بسهره انجيليه وقول انا بعبد بحب بعبده انه نعم. بتقول لحظه يا خيي نحن ما بنعبد مريم العذراء، انه بمعنى انا صرت بقول لحبيبتي مرات بعبدك. نعم. اذا نعم. اذا مغروم لشوشته واحد بيقول له ولك بعشق الارض اللي بتمشي عليها، كيف يعني هو هيك مزبوط؟ نعم. نعم. فالكلمات مرات تشبيع الكلمة مرات هيك حتى أعطي عنف لها مش معناتها هي الكلمة أساسية. أنا بعتقد دكتور إنه جاوبك أبونا. في سؤال تاني ولا راع عن الخط دكتور جلال؟ لا بس في ملاحظة. تفضل دكتور. يجب أن يتوقف عند كلمة العبادة بالذات. نعم. لأن العبادة التصاق بالسيد المسيح. التصاق نعم. تمنيات أن يكون هو جزء من المسيح، أن يحمل. يعني هذا الدكتور مش مع طلب الشفاعة والوساطة وال. أكيد. فهو بقول لك العبادة بما أنك تعبد الله وتعبد السيد المسيح أنت ملتصق به، فأنت لست بحاجة إلى أي شخص أنك تدخل. أنا هذا قلته رح أرجع عيد. نعم. نعم. مربولوس التصق. نعم. بالمسيح التصق. نعم. لست أنا الحي بالمسيح يحيى فيها. نعم. أنا كنت واضح حتى ما يكون في لغط في لغط بهذا. نعم. نعم. دكتور في عندك سؤال تاني أم تم الرد؟ لا بس أنا حبيت أوضح. نعم. ما الفرق بين الشفاعة والشفاعة والقداسة. صح. والعبادة. شكرا لك دكتور، وإحنا دائما شاكرين اتصالك ومحبتك وتواصلك مع النورسات دائما. الله معك. الله معك. نتمنى لك يا ربي نهار مبارك. شكرا. أبونا بالبداية ذكرت أنه هناك بعض الممارسات الخاطئة بعتبرها من أشخاص بيمارسوا عبادتهم أو طقوسهم أو تقديسهم أو تكريمهم بطريقة مبالغة فيها، مثل ما أنت تفضلت هالمبالغة هذه اللي تعجز الكنيسة أحيانا الرد عليها. يعني مثلا لما بتشوف إنسان عم يخطأ بطريقة عبادته أو طريقة ممارسته لطقوس أو شعائر لهالقديس أو لهالقديسة، فما بتحاول توقف يعني لهالأشخاص هذول، يقولوا مش هيك المطلوب، يعني انتوا عم بتسيئوا للكنيسة وعم بتسيئوا لهذا القديس اللي عم يتهم. هذا القديس الآن هو في مثل ما تقول في حلبة اتهام. هذا القديس انك انت متهم انك عم تبعد الناس عن يسوع المسيح. لا لا لا. وعن دكتور الله. دكتور القديس منه متهم ولا لحظة. القديس صار بغير عالم، يعني هو اذا بدك صار بجسد يسوع المسيح السري. ابدا نحن وقت اللي بيموت الانسان وبكون بحاله القداسه والبراره مثل ما هلا سمعنا من الدكتور. نعم. صار هو ويسوع المسيح بجسد. نعم. سري واحد. نعم. مشان هيك انا بدي اقول قديش برايك، وانت بتعرفي منك جديده بالاعلام. نعم. قديش برايك الكنيسه كل الكنائس. نعم. عبر منبر النور سات تليمير. نعم. اللي بدك ياه منابر وعظات والتبشير عبر عظاتنا ويمكن حتى المحاضرات اللي كنت. نعم. نعمل لتوضيح هيدي. نعم. الامور. نعم. وبعد في ناس انا بدي اقول انه هيدي مثل ما بيقولوا البساطه، بساطه الايمان، بساطه يمكن في العالم ما توخزين اليوم بمدارسنا قديش بياخدوا ساعات تعليم مسيحي إن كانت الأرثوذكسية. نعم. أو الكاثوليكية. نعم. أو حتى قدي في عندهم ساعات تعليم مسيحي. نعم. وقت اللي بتجي بتقلي لي الساعة من أصل 36 ساعة. نعم. بقلك أنا هل تكفي هذه الساعة أنه خود وغمق بتعاليم لاهوتية مشبعة بكتير من يعني بعدنا لليوم بقول مين خلق الله.
نعم. تصوري لحد وين نعم. يعني تلاميذ بيقولوا طب انه بليز خبرونا مين خلق الله نعم. يا خيي شو عم تسأل وهون برجع بقول انا بتفهم انا شخص ما بدي مثل ما بقولوا هيك خلص كربج وقول لا في شيء غلط عبادة الناس صار بدها كذا صار بدها صفعة صار لازم نعمل أنا بقول بدنا نحاول ونضلنا نحاول وانت تضلك تفتحي هالموضوع وأنا ضلني أحكي عنه وكل مرة منحكي عن القديسة نربطها مثل ما أنا ربطتها نهار الأحد نربطها بالإربان نربطها بالأسرار نربطها بطريقة الأطر اللي استعملها هالشخص اللي تقدس أو اللي قدسته الكنيسة عبر الكتاب المقدس والترنيم والمزامير وعبر الأسرار وعبر الفضيلة وعبر الممارسات والعطاء ووا ويمكن أهم أنواع القداسة دكتور اليوم هو الأشياء البسيطة اللي بيحكوا عنها قديسين لك الابتسامة الابتسامة النظرة الحنونة الإيد الطيبة الحنونة الرغبة إنه يكون عندي رغبة إنه فتش عن يسوع إنه أقعد معه بدي خلي حالتي حالة هيك مثل واحد عنده عشق إنه يفوت أبعد يعرف أكتر من هون برجع للمزمور 139 اللي كتير بحبه يا رب قد فحصتني فعرفتني عرفت جلوسي وقيامي فطنت لأفكاري من بعيد عم بقوله لربنا أنت بتعرف ضعفي أوقات يمكن كلمات اللي ما بعرف ملغس أنا بقولها أنت بتعرفني أنت بتعرف أنه أنا مني راكد ورا القديسة ريتا والقديسة تيريزا الطفل يسوع والقديس أمبروسيوس والقديس أغسطينوس والقديس سمعان أنا راكد وراك بس أنا بدي يمكن على الطريق أشخاص يلهموني يدفشوني مرات ليكي بدي أقلك شغلي رح تتفاجئي أنا وقت اللي أحكي عن القديسين ما بشوف فيهم هيدولي اللي بدي سميهم ما بعرف شو جماعة نعم طغمة القديسين هيدولي اللي وصلوا أنا بشوف بالقديسين أشخاص مثلك بتطلع بوجه طفل بقول هيدي القداسة بتطلع بوجه أمي بقول هيدي القداسة بتطلع بوجه إنسان عم بيعطي بفرح وما بده حدا يعني بقول هيدي القداسة نعم. هيدول أشخاص أنا بحب إنه قلدهم نعم. بحب أعمل مثلهم نعم. بحب أمشي دروبهم بقول طب ليش مش أنا مشان هيك آخر مرة وصلت لاستنتاج كنت عم أقولها بوعظتي قلت لهم بدي أترجيكم أنتوا الأمات والبيات ما بقى بدنا نغلط كان في عنا منظومة نقولها لأولاد ما تخلي إيدك اليمين تعرف شو عملت إيدك الشمال قلت لهم من هلأ وطالع خلوا إيدكم اليمين تعرف شو عم تعمل الشمال لأنه إذا ما منوصل هيدا الاختبار اللي نحن عم نعمله العطاء الحب الابتسام الفرح وما منضلنا نحكي ونحكي ونحكي أولادنا ما رح توصلن أي نعم ما رح يصير فيه بالمستقبل لا فضيلة ولا عطاء ولا حب ولا أي شيء شو المطلوب؟ المطلوب علم ابني نعم. الطرق علمه الوسيلة بابا أنت عمول ماما نعم. روح عمول أنت هالشي يعني أنا كنت أعملها خليني أنا أعملها قدامه وخليني أقول له شفت شو عملت أمك؟ البي نعم. بيقول أمك ما حبت تحكي بس ليك شو عملت؟ عمول مثله فأنا بتطلع بهيدي العيلة المقدسة بقول فينا نكون هيك القصة منا حكر على حدا القداسة منا حكر على القديسين نعم هني ما اجوا قالوا والله نحن القديسين تعوا صلوا لنا ما نعم. حدا طلب من القديسين صلوا لي نعم. ولا حتى انا بقدر اقول له انت بقفص الاتهام ابدا لانه هو بالحقيقه كل مره كان يقرب اكثر كان يحس بضعفه اكثر وكان يحس انه يعني قديش ربنا عطاء قديش ربنا سكب فيه مشان هيك القديس اليوم بده يعلمني التواضع اولا بده يعلمني انا بسميها total surrender يعني استسلام كلي لمشيئة الآب لمشيئة الابن لمشيئة الروح نعم. آب واحد قدوس ابن واحد قدوس روح تبارك اسم الرب إنه واحد في السماء وعلى ما بقى في مجموع طب هيدول الناس من القديسين هن اللي عرفوا إنه يحبوا يعشقوا يقروا يقعدوا بين أحضان أماتهم والناس ويقدموا ذاتهم أكتر للمسيح وهون بقول لهم للناس بترجيكن انتو فيكن تكونوا قديسين
كونوا قديسين، كونوا كاملين. هذه من قالت لمار شربل، ومن قالت لديس فوستين، ومن قالت لفيرونيكا، قالت لكل واحد منا. واللي بده يقدسني هو الرب. الله بيقدسك، الله بيسكب فيه نعم، والله بده اياك تكون قديس. نعم. عم فكر أبونا هلا بالحديث اللي بيناتنا، بدنا نحط كل قديس، يعني ما تأخذني كل قديس بقفص الاتهام إنك أنت متهم إنك عم تبعدنا عن الله، وندرس عن حياته لهذا القديس، وبالنهاية المحكمة هي اللي تحكم إنه هل هذا بعدنا عن الله ولا لا. يعني أنا من خبرتي يعني متواضعة، أو من حياتي الماشي فيها بالإيمان، الموضوع القديسين كيف باخدهم؟ أنا بمشي وبقرأ عن حياتهم، كيف صاروا وصلوا لربنا، كيف الطريق اللي مشيوا فيها من هن صغار، كيف كانوا يعيشوا حياتهم، الكتب، حتى الكتب اللي كانوا ملتصقين فيها بقراءتها، كان الإنجيل أو بعض الكتب الأخرى. يعني لما بشوف بروح على المزارات وبشوف التراث، الذخائر الموجودة في المتاحف لهذه المزارات لهدول القديسين، محل ما كانوا عايشين، محل ما كانوا بالصومعة تبعتهم يصلوا، هيك شو الكتب اللي كانت بين إيديهم يقرؤوها. يعني منها ممكن كتاب المقدس كان هو الكتاب الرئيسي، وبعض الكتب الأخرى لقديسين آخرين كمان، فكانوا هن كمان كقديسين يقتدوا بقديسين قبلهم أو بأباء كهنة قبلهم، فعساس يوصلوا القداسة ووصلوا في النهاية. فالإنسان بده ياخد مثل ما تقول، نحن أحيانا يعني ما بدي أقول جهال، فقيرين في المعرفة، نعم نعترف بهذا الشيء. نحن مثل ما أنت تفضلت ساعة من 48 ساعة تنبقى نكرسها لربنا إذا رحنا صليناها، وأحيانا لا مرة بالأسبوع تنبقى نروح على الكنيسة ونصلي ونسمع نسمع كلمة ربنا ومنحمل ربنا الجديد جميلة. فقديش نحن ممتلئين بنعمة ربنا مرة بهالأسبوع؟ هل هذا كافي؟ لا. فكيف بتصل لربنا؟ بلاقي ربنا إنه كتير بعيد. فأنا بشوف بقول أعطيني قصة حياة إنسان عايش مثلي، كأنا مثلا أم عندي أولاد، عندي أسرة. في قديسات كتير صاروا قديسات وكانوا أمهات وعاشوا العائلة وعاشوا الخدمة وعاشوا. بدي شوف واحدة مثلي قديسة صارت، كيف كانت تعيش، كيف كانت تعيش ببيتها، كيف كانت تربي ولادها، كيف كانت. يعني احنا بحاجة لشهود، شهادات حقيقية أمامنا نطلع لإلها ونقول إنه أنا ممكن أكون قديسة. لأنه في كتير ناس بقول وينف أنا كتير بعيد عن القديسة. اللي عم بتقوليه حلو كتير، ليروا أعمالكم الصالحة. نعم. فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. نعم. إلى يسوع. نعم. يعني إذا العالم، بنتك، ابنك، أنا ما بعرف مين، ما شفت أعمال صالحة قدامي من أمي، منك، من الأشخاص، كيف بدي مجد؟ نعم. بيل بالسماء. نعم. ما بيل بالسماء حط إذا بدك هيك ضخ بقلبك، بقلبي، بهالعالم، بهالبيدر اللي بدي سميه، خرج الزارع ليزرع بذور إيمانية كبيرة. نعم. بقلوب هالناس، هاي الناس لما نتفاعلت فيها هالبذور الإيمانية بذور الفضيلة، صارت عم تعرف تمجد الله، وصارت لأنها عم بتمجد الله عم بتمجد الله في قديسيه. نعم. يعني نحن اللي بنعمله بخلينا، يعني الله بيتمجد. هلأ بتقولي لي لحظة لحظة الله بيتمجد بخلال أعمالنا، بقلك لا، ما انفهم غلط. نعم. هو ممجد، ممجد. بس نعم. بده يشوفوا الناس مجد ربنا، مجد الله بالناس، قداسة الله لا تتجلى فقط بأعماله العظيمة بالدينونة والرحمة والكتاب المقدس، بتنعكس على قداسة شعبه مثل الشمس بتدفي الناس. نعم. وإلا لشو الشمس؟ بتعطي باور، بتعطي طاقة، بتعطي انرجي، بتعطي نور للناس. طب أنا إذا موجود لذاتي، هيدول الناس عايشين كيف؟ بحالة برودة؟ لا، قام الله عكس نور قداسته علينا. نعم. وصرنا نحن مثل كأنه بيقول مربولوس انه مثل كأنه واحد عم بينظر عم بيطلع بمراية، عم بشوف وجه الله من خلال عمله. شعبه شعب بيتقدس، شعب الله بيتقدس لمن ببلش يعيش حالة هيك فيض النعم الله عليه. مشان هيك المزمور 103 بيقول باركي يا نفس الرب،
ولا تنسي كل أعماله، كل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس، بدي قلبا وقالبا بارك اسم الله. مثلا مار بطرس برسالته الحلوة كتير الأولى، نعم، بيقول بالفصل 2: أما أنتم فشعب مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب أو جماعة مباركة، أنتم مباركين. طب مين باركهم هدول الناس؟ نعم. وقت بطرس عم بيقول له أنتم والله كهنوت ملوكي، مين اللي عملني كاهن ملوكي؟ نعم. أمة مقدسة، مين اللي قدسني؟ جماعة مباركة، مين اللي باركني؟ ما الله اللي باركني. مشان هيك هيدول المباركين عرفوا ينهلوا من ينبوع الحب والرحمة، عاشوها بحياتهم، تماهوا معها، قربوا منه أكتر، وصار ربنا عم بيشوف سعيهم. أنا بقول ربنا مش رح يحسبنا على قديش عملنا خطايا، بده يحسبنا على سعينا. يا هل ترى أنا عم بطلع سلم القداسة درجة ودرجة، ولا أنا من الأشخاص اللي ما بتهمني سلم القداسة؟ سلم يعقوب كتير حلو، كيف هيك شاف بالحلم يعقوب إنه هالسلم اللي طالع، وهالسلم هني شو؟ نعم. هيدي تدرج. في ناس بالسلم صاروا فوق، بعيط له بقول له شو تعبت؟ وصلت؟ بقول لي لا يلا اطلع حلو، انا عم شوف الدنيا اكتر منه. بتصفي انت تطلعي وبتقولي يا عمي طب وصل، ليش انا بدي ضلني تحت؟ عم تفهمي شو القديسة؟ نعم، حلو المثل هذا. هو يمكن يا أبونا حدا عربش، نعم، وجاهد وإلى ما هنالك، طب وصل لمطرح وشفتي انت بتقولي يا خيي بدي يصير بدي اطلع مثله، بدي اطلع. بتجاهدي، نعم، بدي امسولي، نعم. انا وقت بشوف الكوتش تبعي، نعم، عم بيعمل وبقول لي يو كان دو ات، بدك تعملها، نعم، الاستاذ تبعي بدك وبشجعك، بتقولي انا مثالي الاعلى لازم يكون يسوع، نعم، بس مثالي الاعلى هو الكوتش تبعي، نعم، اللي، نعم، عم بيقول لي انا بقدر، نعم، وبس اخلص بقول انا ممتن لهالشخص اللي وصلني على ربنا، انه كان عندي الهدف. كان عندي يمكن اعاقات او كذا، حررني من اعاقاتي بواسطة مين؟ لأنه هو وصل، لأنه هو كان مدرب غير شكل، لأنه هو كان محترف، أنا أخذت القرار. نسميهم يا أبونا القديسين أو الشفعاء، نسميهم كوتشز. كوتشز. مدربين. خبراء. بالضبط. ليكي مارسوا. نعم. أكلوا عدة صفعات. نعم. عرفوا إنه القصة بتستاهل. كفوا المشوار بالرغم من كل الاشياء اللي كانت عم تعترضهم. قلتها بالاول انه واحد بيقول لك القرف، التعايد، السخريه، التعرض للتهشيم، نعم، وما بعرف شو. عرفوا انه بده يتخطون، يوقفوا عليهم، بيعلوا اكثر، وصاروا يطلعوا سلم القداسة شوي وشوي. وانا بتطلع فيهم بقول طالما وصل انا ليه ما بدي اوصل؟ مشان هيك نعم هني في قفص الاتهام، نعم، انا بدي انه يعرفوا الناس انه مش هني ينبوع الحياة، ينبوع الحياة معروف، نعم، مش هني القصة كلها، هني عرفوا يتكوا على هالصخرة هو وخلاصي. حتى في كلمة هون بدي وضحها للناس، نعم، حلوة كتير. بتعرفي مار بطرس بعض الناس بالقراءات بيقولوا أنت الصخرة وعلى هذه الصخرة سأبني كنيستي وأبواب الجحيم ننطقوا عليها. قلت لهم لحظة. قال له باليوناني أنت بيتروس وعلى هذه البترا. في فرق. أنت بيتروس يعني أنت صخر مقتلع من هذه الصخرة، صخرتي، نعم، هو وخلاصي بالعهد القديم المزمور من رتله، نعم، هو يسوع، نعم، هيدا الصخرة اللي كان عم بيضربها موسى، نعم، يسوع، نعم، الله المجد له. وقت اللي إجا شافه لبطرس قال له أنت صخر، أنت بيتروس، نعم، ومن على البترا اللي، نعم، هي عنا إياها هون، نعم، بترا رح ابني كنيستي أبواب الجحيم لن تقوى عليها. بس إن مشان هيك مار بطرس شو برجع؟ أنتم حجارة حية في بنيان الكنيسة. إذا أنا كنت حجر، يمكن خليني نقول حجر أساس، ربنا هو القلعة، نعم، أنا حجر أساس، أنتم حجارة حية، نعم، ما بقى حدا يقول والله أنا ما خصني وأنا مش قادر وأنا صعبة وأنا، أنا بعطيكم أمثولي، أنا كفرت، نعم، أنا نكرت، أنا هربت، أنا، ولكن أنا مشيت الدرب وأنا قبلت الاستشهاد، نعم، كرمال الرب. ولا بل أكتر من هيك، رفضت استشهد مثله لأنه ما كنت بستاهل. قلت لهم اصلبوني بالمقلوب. فهون بتقول نعم هيدولي، ما بدي أقول شفعائنا، بدي أقول هيدولي
كوتشز مدربين بدك هيك بيجي وقت دكتور الكنيسة ويمكن خبراء الكنيسة بدي سميهم الليتورجيين بالكنيسة البيبليين بالكنيسة يقدروا يعملوا هيدول مثل ما بيقولوا نحطوا نقاط على الحروف حتى ما نوصل بلغط لغوي اللي هو عبادة لمريم. مريم بتقول تعظم نفس الرب وتبتهج روح بالله مخلصي نظر إلى التواضع أمتي فها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال. إذا الأجيال عم بتطوبها لأن القديرة صنع بها العظائم مش لأني أنا عظيمة ليك قديرة. التواضع فخليني يكون واضح أنا مني عم بقول العذراء هي معبودة قلبي أنا عم بقول بعشق هالإنسان الطيب الترابي اللي عطيت جسمه وروحه وقلبه ومشيت دروب ولبل يعني هي اللي جبلت ابن القدوس بأحشائها القدوس بأحشائها وهي صارت تتماهى مع هالقدوس. حلو. في أجمل منها ما بدي إلا لمريم العذراء أنا بعبدك بس أنا بفهم شو العذراء قالت باخد العذراء على اللي قالته وبمشي فيه. في ماجدة النمري حطت تشبيه حلو انه الانسان ليوصل من مكان لمكان بحاجه لوسيله نقل. صحيح. فيا سياره او كوتش مثلا لوسيله نقل. صحيح. طبعا انا شاكره لكل الاشخاص اللي بعثوا لنا واللي عم بي في بعض الاشخاص بيقول يا ابونا كلامك اقنعنا بخصوص الشفاعه والقداسه. فعلا في ناس لكن تبالغ بموضوع كيفية ممارستها لهذه العبادة مثل ما أنت تفضلت أبونا. إنسان بيحكي بالكلام بعشق بعبدك بحبك بموت فيك لكن هذا مش بمعنى أنه يبعدنا عن الأصل والجوهر. صح. وفي شخص كمان أيضا بقول إنسان مريض ممكن في زي ما أوقات زي ما حكيت لك إنه إحنا لازم نحط بعض القديسين بقفص الاتهام ونتهمهم إنه هن ما تروح على الدكتور صلي لمار شربل هو بيشفيك ما تروح على الطبيب تشوف حالك إيش مالك عم تشكي صلي لمار شربل هو بيشفيك وبيضل يحاطط مار شربل وزيت مار شربل وقطن مار شربل وبخور مار شربل ويصلي مار شربل وأحيانا بيطلع بإيده مار شربل لكن نحن بحاجة لطبيب يعني ممكن نصلي ونتوجه إحنا كمرضى لربنا يشفينا وهو الشافي وبيقدر لكن نحن بحاجة لهالوسيط اللي هو الطبيب. أكيد هو يسوع. نعم. ربنا إذا سمح لأمه تعمل للقديس يعمل. نعم. مش معناتها أنه هو شال إيده من الطبخة لا هو اللي عطى. يعني انا بقول قديش ربنا برايك هيك خليني اشوف قديش ربنا عم بيسكب بقلب الام تتعطي ابنها. نعم. بيقدر يسكب بقلب ابنها. نعم. والام تصفي ايه؟ ما بعرف شو بدي اسميها يمكن ولا على الهامش محطوطه هيك ايه؟ الله بده من خلالك يتمجد. نعم. الله بحط فيكي انت تحطي وهون بده يتطلع اذا انا سكبت فيكي دكتور قديش انت قادره تسكبي حب وايمان هذا الشيء رح ينقيكي ويشفي فيك ويقطرك اكثر مثل القطر ويخلي عن جد هيك الشيء اللي بده يطلع منك هو منه. يعني انا بس اقول كلمات الرب يسوع بحبك. نعم. صلي قرا الانجيل قدس شو يعني وقت اللي منقول لهم يا خي الأقداس تعطى للقديسين. نعم. نعم. طب أنا عم بعتبر الناس الخطأ اللي قدامي قديسين. نعم. عم بقول لهم هالأقداس الله عم بعطيكم إياه كونوا قديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. نحن شو منقول بالقداس آب واحد قدوس ابن واحد روح واحد تبارك اسم الرب. هيدا الشيء بخليني أقول نعم القداسة منبع الله. نعم. الله ونحن ما بقى بدنا نغلط كتير بالكلمات وهيك نشفشق بالحكي بعبد ما فيك تعبد فيك تقول هو وسيلة خلاصية. نعم. فيك تقول بس أكتر بتكون يعني لكم شو الأكتر ضروري مش بس تروحوا صوب القديس روحوا صوب الكتاب المقدس. نعم. روحوا صوب عن جد الإفخارستية. نعم. الإربان المقدس. نعم. روح عدوا قدام الإربان روحوا تماهوا مع يسوع وقت اللي بيصفي فيه أنا مثلا بقوله ليسوع لا هالمرة مش ظابطة بينهم بينك أنا بمزح معه. نعم. بقولوا لي هيك بتحكي مع يسوع بقولهم وقت اللي بيكون رفيق مشواري مثل تلميذي عماوس مشوا معه ما عرفوا
ما عرفوا انه ماشيين مع اللي كان قصه اورشليم. فقلت له الوقت اللي بتمشوا معه دروب الحياه بتعرفوا انه هو الصديق والخي والمعشوق والحبيب والمعبود، ما بتعود عندكم هيك انه لا. طب ما نحن والقديسين ماشيين الدروب القداسي صوب هني مش دروب القداسي. هلا مثل ما عم بقول اذا هني وصلوا وهيك كانوا قدوه انا بدي قائد. يا خي بكل معركه في قائد طبعاً. بكل مسيره في قائد. هل قاده انا اتمثل بهم؟ انا مرات بتكي عليهم، انا مرات بتكي على خبرتهم. خبراء بالايمان ليش انا لا؟ هون صرنا عم نفوت والمنغس بعتذر اولى كلنا سوا وخاصه نحن الكهنه بالكلمات. ما في شفاعه، ما في وساطه، ما في كذا. يا خي لحظه، العالم يمكن مرات ما بيقصدوا كل اللي نحن عم نعمل معارك عليهم. العالم بدهم مين يوضح لهم، بدهم مين يقرا لهم، بدهم مين يتفشهم، بدهم مين يقعد يحاضرهم، بدهم مين يحبهم. بس يحبوكي بيقبلوا شو ما بتقولي لهم. وشرط انت تكوني كمان انا ككاهن وانت كاعلاميه خبيره باستعمال الكلمات والعبارات تما يصير في لغط لغوي، خاصه كمان ابونا يعني ما بدي كمان اطول لانه الوقت انتهى. في بعض الترانيم كمان اللي احنا عم نرددها ومنرنمها فيها مين بعض كتب الأخطاء. الترانيم يا دكتور طبعاً مين كتب الترانيم؟ اشخاص يعني اذا انت اليوم قلتي له لنفترض ملحن ليه كتبت شيء مهضوم، انت ببساطه ايمانك كتبتي عطيتيهم لإكس، هذا الإكس أم عملها ونزلها بالسوق. لحنا انتبهي شو اللي بيجيب، مش الكلمة مرات، اللحن. لحن أخذ العالم بلشوا يغنوها مشيت بقلب الشريين الكنيسة. طع الكنيسة تقول لهم ايه صارت الكنيسة بدها توضح. هلأ مشان هيك أنا بقول في لجنة تقصية لترجية حتى على الكلمات. أنا ما بقبل اليوم أي كلمات توصل لعندي بيكتبوا لي إياها كتير أشخاص من أصدقاء بقول له بتعرف هيدي ما بتركب معي، هيدي ما بتنقال، هاي بقول لي اه والله ما هن نحن تعلمناها بالمدرسة. مين تعلمتها؟ استاذ التعليم المسيحي، استاذ. يا هل ترى اليوم كله مرتبط ببعضه دكتور؟ استاذ التعليم المسيحي هيدا انسان لاهوتي؟ هيدا عامل دراسات لاهوتيه ولا شويه في بعض هيدا شو هيدا مين؟ مشان هيك استاذ التعليم المسيحي والمسار والما بعرف مين. بفهم مرات بخدها من امي، مرات بخدها من عمي. بلحن بيمشي وانطلقت نعم. بيجي انا اليوم بيجي بزتهم كلهم بزبالي بقول بدي صوب، بدي غير، بدي حرك، بدي هون احنا واجبنا احنا كمان كاعلام وكاباء كهنه يعني نحن كثير بدنا نضوي على هاي النقاط ونحط يعني يا ريت نعمل هذا البرنامج ابونا اللي ونحط كل قديس بقفص الاتهام ونتهمه ونرجع حتى الانجيل حتى يعني ما توخزيني شوفي شهود يهوى عندنا مشكله حتى بايات انجيليه شهود يهوى الإنجليين، الأرثوذكسيين، الكاثوليك، ما بعرف مين، ولك حتى البدع، شفتوا شو بقول يسوع؟ لك حتى ما توخزيني، مش القديس بقفص الاتهام، حتى كلمات يسوع دخلت ضمن إطار لكسيك بقفص الاتهام، الفريسيين، الكاثوليك، أنت واحد شو حتى وقت سألوا هل أنت هو المسيح ابن الله الحي؟ قال له أنت قلت ولك اعتبر انه بدي خزق حالي انت عم بتجدف حتى كلمات يسوع بقيت محط اتهام ليسوع. تصوري قديش بشعه. مشان هيك القصه كلنا بدنا نكون حذرين نحن كمان بكلامنا وبمفرداتنا. ابونا كتير يعني حلو الكلام وخاصه تعليقات الاشخاص اللي على الفيسبوك اللي وجهوا لنا بتحيه لإلك ولكلامك وقديش حبوا هذا المنطق اللي عم تحكي فيه وبحاجة كتير لأشخاص يعني بحاجة لأنه حدا يفهمهم وحدا يوضح لهم. أبونا شكرا لك لهذا الصباح وحضورك معنا وإن شاء الله بيتكرر كمان لنحكي بهيك أمور أخرى. وأنتم أصدقائنا ومتابعينا على صفحتنا فيسبوك أو على تلفزيون نور ساوتلون نومير من حييكم من صبح عليكم نتمنى لكم نهار مبارك تعطينا البركة يا أبونا وننطلق في سلام ونقول إلى اللقاء. بركة سيدنا يسوع المسيح تنزل من السماء وتحل علي وعليكم وتكتب أسماءكم في سفر ملكوته السماوي وتنجينا وإياكم من الخزي والخجل يوم الدين العادل المستقيم. الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين.
صباحكم نور وشكرا ويعطيكم العافية. وكان معنا أبونا جوزيف سويد راعي كنيسة مار شربل للموارنة في الأردن. بنتمنى لكم نهار مبارك، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل بنفس الوقت الساعة 9 من يوم الثلاثاء القادم. شكرا لكم، يعطيك العافية أبونا. أعجوبة ليلي لوميير مستمرة، مستمرة فيكم، مستمرة إلكم ولولادكم من بعدكم، ولولاد ولادكم وللجيل اللي بعد ولاد ولادكم من بعد. لما تكون تعبان بهمك عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك، نور ساتي ليل ومير، نور ساتي ليل ومير، نور ساتي ليل ومير، نور ساتي رنم صلواتي ليل ومير، محبة وخير. صلوات تليل ومير، محبة وخير.